مرحبا بكم أيها الأعزاء الكرام، ومرحبا بكن أيتها العزيزات الكريمات في قناة صلاح للتنمية الذاتية والترفيه، وفي حلقة جديدة ستكون تحت عنوان رقم مسار الحياة الرئيسي، أو ما يعرف بالماستر لايف باث نمبر. هذه الحلقة ستكون كجزء ثالث لرقم مسار الحياة الذي تكلمت عليه في الحلقات أو الحلقتين السابقتين. نعم، في الحلقتين السابقتين حاولت إلقاء الضوء على جانب من جوانب حياتنا الشخصية بمحاولة شرح الرقم الشخصي للإنسان، أو ما يسمى بمسار الحياة، وشرحت كذلك كيفية حساب هذا الرقم من خلال تاريخ الميلاد لكل شخص، وذلك بجمع جميع الأرقام على بعضها البعض من يوم والشهر والسنة. مثلا إذا كان الشخص مولود 10/24/1980، سنحسب هنا 1+2+4+1+9+8+0 تساوي 25، وسنضيف 2+5=7. إذن الرقم الأخير هو 7، والرقم مسار الحياة لهذا الشخص هو مسار الحياة رقم 7. وللإشارة فإنني وضحت كذلك أن عندما تحسب مسارك الشخصي وحصلت على رقم 11 أو 22 أو 33، فهذه الأرقام تعتبر أرقام مميزة أو ماستر لايف باث نمبرز، فإنك ستحتفظ بهذا الرقم ولا تضيفهم على بعضهم البعض، وسيكون هذا الرقم هو رقمك الشخصي. وحاولت كذلك إبراز بعض مميزات هذه الأرقام الشخصية من رقم 1 إلى رقم 9 في الحلقة السابقة. لمن فاتته المعلومة أرجو أن يرجع إلى هذه الحلقات وأن يستمع إليها، وسأترك لكم الرابط أسفل هذا الفيديو حتى تستطيعون أن ترجعوا إليه بسهولة، وحتى كذلك أن تكون الفكرة كاملة. وفي هذه الحلقة سوف ندرج مميزات هذه الأرقام Master Numbers، Life Path Master Numbers، أو أرقام مسار الحياة المميزين، ألا وهم رقم 11، رقم 22، ورقم 33. الأشخاص الحاملين للأرقام المميزة أو مسار الحياة رقم 11، 22، ورقم 33 هم أشخاص مميزين ولهم مهمات خاصة تجاه المجتمع حولهم، سواء كانت مادية أو روحانية. فهم يولدون بمواهب نفسية وروحانية ومؤهلات كبيرة لتوجيه الطاقة المهمة والعالية التي وهبهم الله إياها، فهم يتوفرون على دبدبات عالية وتطور روحاني وفكري، ويبقى هذا كله نظريا خامدا في مكانه إن لم يستغلوه بالطريقة الصحيحة، أو إن لم تتح لهم الفرصة للترعرع في أماكن روحانية. وسيبقى هذا الشخص مثله كمثل أي شخص آخر. أولا، الرقم الشخصي المميز 11 أو مسار الحياة رقم 11 أو ماستر نمبر 11، كلهم أسماء
يسمون بها هذه الأسماء المميزة الشخص الحامل لهذا الرقم رقم 11 له مميزات كذلك مميزات مسار رقم 1 ومميزات مسار رقم 2 لأن عندنا 11 نجد 1 زائد 1 يساوي 2 ثانيا الرقم الشخصي المميز 22 أو مسار الحياة 22 الشخص الحامل لهذا الرقم 22 له كذلك مميزات مسار رقم 2 ومسار رقم 4 ومسار رقم 11 ولأننا هنا نجد بأن 2 زائد 2 يساوي 4 وثالثا الرقم الشخصي المميز 33 نجده كذلك هذا المسار مسار الحياة رقم 33 الشخص الحامل لهذا الرقم له مميزات عدة مثل مميزات رقم 11 ومميزات رقم 22 ومميزات رقم 3 و6 إلى غير ذلك إذن حتى يتمكن أصحاب الأرقام المميزة 11 22 و33 من عيش مسارهم هذا يجب أن يمروا وأن يسلكوا المسارات المادية مثل مسار 1 ومسار 2 ومسار 3 ومسار 4 ومسار 6 ويرقوا إلى المسارات الروحانية أي مسار رقم 11 ورقم 22 ورقم 33 ويجب كذلك أن يكون مستوى الوعي عندهم مرتفع وأعلى درجات الوعي هي عند رقم 33 ثم رقم 22 وأقلهم عند رقم 11 لأن 33 هي 3 مرات 11 وكذلك 33 هي 22 زائد 11 كذلك بالنسبة لرقم 22 هي مرتين رقم 11 إذن بدون تخطي وتحدي عتبة الماديات وكسب الوعي العالي والارتقاء إلى مستوى الروحانيات ستبقى الأشخاص أشخاص هذه المسارات المميزة وأصحاب رقم 11 و22 و33 ستبقى كأي شخص من الأشخاص الآخرين لن يكونوا مميزين إن لم يفعلوا ذلك أو يفعلوا ذلك التمييز الفطري الذي وهبهم الله إياه دون غيرهم من الناس أولا مسار الحياة رقم 11 وكمثال لهذا المسار هناك 7/29/2009 إن حسبتم هذا الرقم أو هذا المسار ستجدون له مسار رقم 11 أصحاب مسار رقم 11 من الأشخاص المميزين إن استطاعوا أن يتفوقوا على تحديات المسارات الحياتية المادية التي سيمرون بها ويرتقوا إلى المسارات أو المسار الروحاني مسار رقم 11 ويرفعوا بذلك مستوى وعيهم فهم من الشخصيات القياديين الروحانيين وهم من الإيجابيين يساعدون الآخرين يحبون الكمال في أعمالهم مما يسبب لهم الكآبة يحبون كذلك الصدق والتعامل بالثقة لهم مستوى كبير على صعيد المعلومات منها فطرية ومنها مكتسبة ذهنية كبيرة ولهم أهداف يشتغلون عليها لمساعدة الآخرين والمجتمع حولهم غالبا ما يكون لهم اندماج في الاختراع والفن
أصحاب مسار رقم 11 شخصيات بارزة، لكنهم يميلون إلى العزلة. إذا حققوا المستوى الروحاني فإنهم عزلتهم كذلك ترتفع. من سلبيات أصحاب مسار رقم 11 نفاد الصبر وبرودة العاطفة. ومن جل إيجابياتهم الحساسية والتصوف والخيال والاستبصار والإدراك خارج الحواس. يتميزون كذلك بالتواضع رغم ما يكسبون أو يكسبون من فكر ووعي. يحبون الطبيعة والحيوانات. إحساس كبير لهم أو عندهم وعندهم إحساس بالمسؤولية، ويستطيعون استعمال وسائل الاتصال الغير اللفظية مثلا كتليفون. ثانيا مسار الحياة رقم 22، وأدرج هنا مثل 10/2972. إن حسبنا هذه الأرقام سنجد 22، إذن إنه مسار رقم 22. مميزات مسار الحياة رقم 22 أنهم ماديين أكثر من أصحاب مسار رقم 11، وهم كذلك روحانيين وقياديين ومبتكرين وأصحاب عاطفة ورؤية. لديهم التصميم المستقبلي وذكاء خارق. أصحاب رقم 22 أكثر تواصل مع الآخرين من أصحاب رقم 11. هذا ما يكسبهم أهدافهم في الحياة، فعندهم الجانب المادي وكذلك الجانب الروحاني، مما يؤهلهم لتطبيق الدروس الروحانية على مستوى المادة. من سلبيات أصحاب مسار رقم 22 الطمع والاكتئاب والادعاء. كما ذكرت أصحاب مسار رقم 22 في درجة وعي عالية أكثر من أصحاب مسار رقم 11. أصحاب مسار رقم 22 لهم صفات رقم 11 بالإضافة إلى الصفات الأخرى، فهم يرتبطون بالواقع أكثر من ارتباطهم بالخيال. عادة ما يتركون بصماتهم من خلال ابتكاراتهم وإنجازاتهم. هم اجتماعيون وأحيانا قياديين ومسيطرين، وبإمكانهم تدمير الآخرين للوصول إلى أهدافهم ومبتغاهم. ثالثا مسار الحياة رقم 33، أدرج هنا المثل 27975. إن حسبنا هذا المسار نجده 33، إنه مسار رقم 33. مسار الحياة رقم 33 هو أعلى درجات الوعي. أصحاب هذا الرقم 33 هم استثنائيين. لهم قدرة فائقة على الاستماع للآخرين وتقديم اقتراحات لهم، لهذا فهم مؤهلين للعب دور التصالح ودور السلام. الطاقة الكبيرة التي يتوفرون عليها والدرجة العالية من الوعي التي لديهم تجعلهم في بعض الأحيان في حيرة من أنفسهم. هم مثقفون وذوي أفكار نورانية، وهم معلمين وأساتذة مرموقين متعلقين كثيرا بعائلاتهم ومجتمعهم. فهم يمتلكون موهبة التغيير وموهبة التعبير والتحقيق، لأنهم حاملين مشاعر النور بالفطرة. رقم 33 هو مرشد روحاني بامتياز. له عطاء في الحب بلا حدود. له أسلوب فطري وتلقائي. صاحب رقم 33 عبقري في قالب التواضع، فهو يشمل صفات 22 وصفات أخرى كذلك، منها
صفات 11 وصفات 1 و2 و4 و6. له مواهب خارقة، لكن من الممكن أن تعود بشكل سلبي على مجتمعه إن لم تستغل في الطريق الصحيح. أصحاب رقم 33 هم معلمون روحانيون يتحملون مسؤولية كبيرة، ولهم شخصيات خارقة للعادة وخارج عن المألوف. من سلبياتهم ككل البشر عندهم تغطرس وتردد والإفراط في الحماية. للإشارة، فإن هذا المسار، مسار رقم 33، من الصعب تحقيقه على أرض الواقع، لأنه يشمل تحقيق مسار 11 وتحقيق مسار 22، أي تحقيق درجة الوعي الأولى لرقم 11 ودرجة الوعي الثانية لرقم 22، وكذلك تحقيق مسار رقم 3 الذي هو التعبير. فهي شروط كثيرة، ولا يكفي فقط أن يكون لدينا رقم 33 على الورق ونتفاخر أن لدينا مسار حياة رقم 33، فهو مسار المعجزة إن صح التعبير وإن صح القول. درجة الوعي لصاحب مسار رقم 33 هي من أعلى درجات الوعي عند الإنسان، لأن المستوى الدبدبي عالي جدا عنده. أول مشكل لصاحب مسار رقم 33 هي صعوبة السيطرة على طاقته العالية منذ طفولته. هذا ما يدخله في نوبات اكتئاب مجهولة في طفولته. ومن أهم أصحاب مسار الحياة رقم 33 عبر التاريخ هناك أغاثا كريستي الكاتبة، وكذلك ألبرت أينشتاين، وما أدراك ما ألبرت أينشتاين، الذي يعتبر من أذكياء العالم المرموقين، والذي لم يكتشف بعد سر ذكائه علميا، فهذا السر عند الله سبحانه وتعالى. إذا اكتشفت مسار الحياة رقم 33 عند الطفل، أو إذا اكتشف هذا المسار عند الطفل وعاش في أحضان عائلة روحانية، فإن درجة وعيه سوف تنمو بنمو روحانيته، وسيساعد ذلك على أن يصبح ماستر روحاني فيما بعد، أي سبيريت ماستر أو سبيريتوال ماستر، وسيصبح صاحب أخلاق رفيعة. سلبيات هذا المسار، مسار رقم 33، أنهم يبدون كأنهم جافين ومهملين للمحيط بهم، ليس لأنهم يكرهون الناس، ولكن لأنهم مترفعين عن المادة وعن الناس، ليسوا على نفس دبدبات الطاقة التي لديهم، فالناس دبدباتهم عادية، والرقم 33 وعيه ودبدباته عالية. أرجو أيها المشاهدين الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، قد وصلت الفكرة وقربتكم إلى معنى هذا الرقم الشخصي، وأتمنى أن تروقكم هذه الحلقة، وأتمنى كذلك تشجيعاتكم من خلال التسجيل في هذه القناة ومن خلال المشاركة بآرائكم، وأستودعكم الله إلى الحلقة القادمة إن شاء الله.